عشان برضو نعرف اكتر، وبالنسبة للناحية الاقتصادية وكل المشروعات اللي تمت في هذا خلال هذا المؤتمر. معنا ومع حضراتكم الاستاذ رشاد عبده، خبير اقتصادي. برحب بحضرتك معانا استاذ رشاد. أهلا بيكي. اهلا يا فندم. لو قلنا حضرتك يعني شايف ازاي على المستوى الاقتصادي النجاحات التي حققها هذا المؤتمر الرائع؟ بلا جدال المؤتمر نجح. مصر ما كانتش عايزة بقدر الإمكان مساعدات ولا منح. مصر بتعمل مؤتمر استثماري، مصر بتدعو دول العالم عشان تستثمر على أرضيها، ومصر دولة واعدة من حيث الاستثمارات. إنما نجاح المؤتمر متمثل في أكتر من حاجة. أولا الحضور المكثف، ثانيا النخبة اللي جاية من رؤساء شركات ومسؤولين وتنفيذيين، ثالثا الترتيب والتحضير الجيد، وده كله علشان مصر قالت احنا بنعدل وبنحسن مناخ الاستثمار، اصدرت قانون الاستثمار الموحد، فكره الشباك الواحد جيده عشان المستثمر ما ينتظرش فتره زمنيه طويله، ايضا عملت اليه جديده لصد المنازعات، وبالتالي ده كله شجع. انما بجانب دوت كان في المنظومه المكمله، ده اصلاحات اقتصاديه، في اصلاحات نقديه، ما بقاش في سعرين للدولار في السوق، بقى هو سعر واحد. ايضا الاصلاحات في المجال المالي والضريبي، ثبت الضرائب لمده 10 سنين قادمه، المكن والالات والمعدات اللي كانت بتدفع عليها 10% جمارك ضرائب انخفضت الى 5، وفي اول اقرار ضريبي بيقدم ما يفيد سداده المبلغ قد ايه، وبيتخصم من الوعاء الضريبي، وبالتالي المكن والالات والمعدات بتخش بزيرو تاكسز. فدي كلها مجموعه من المزايا اللي بتقول ان مصر بتتغير. كمان طلعت قانون، اصدرت قانون الخدمه المدنيه، كل ده بيقول وما زلنا محتاجين، وبنقول من خلال الممارسه العمليه ومناقشات المؤتمر من خلال الورك شوبس وما الى ذلك، ظهر بعض الحاجات اللي لابد تتعدل، زي ان في بيروقراطيه لازم تتعدل، لو في فساد لازم يتعدل، التامينات الاجتماعيه ما بيمشوا عنها اول المستثمرين، قانون العالم مش راضيين عنه قوي، كل ده بيتعدل في السكه. كافي نقول حضرتك ان تم توقيع اتفاقات ب 60 مليار، الرقم نعم ده قد يبدو مش كبير قوي، لكن لما اقول لك ان من 25 يناير لغايه النهارده كل اللي دخل لمصر استثمارات كان بيقل قليلا عن ال 6 مليار، لا نعرف ان الرقم ده مش قليل. كمان في مذكرات تفاهم كانت بحوالي 75 مليار اخرى، فكل الكلام ده بيقول ده شيء طيب ومؤشرات بتدل على النجاح. طب يعني حضرتك اللي بتقوله ان بالفعل بعض المستثمرين كانوا يعني نظروا نظرة يعني عميقة الى قانون الاستثمار، وبالفعل ابدوا ملاحظاتهم، يعني زي ما حضرتك بتقول ان في البعض كان معترض على بعض النقاط. بلا جدال اها احنا مصر كانت تنظم في المؤتمر 11 ورشة عمل، وبالتالي كل ورش العمل كان فيها حوارات، وانا عجبني جدا اللي بيديروا هذه الجلسات، كانت ناس ثقيله بحيث، وفي شفافيه كامله بحيث الناس اتكلمت عن ايه المشاكل اللي بتواجهها. يعني في احد الجلسات سئل احد المستثمرين المصريين، انت اشتغلت في مصر الموقف ايه؟ قال احنا بنكسب كتير في مصر، انما لما بنتعامل مع المحليات في بعض الروتين اللي موجود، اذا ما دام مستثمر بيشتكي من ده يبقى لازم من تاني يوم اعكف واشكل مجموعه من اللجان ايوه اللي تشوف دكتور رشاد، كيف. يعني انا اسفه لمقاطعه حضرتك، ولكن الشكوى دي بيقال انها كانت من قبل، يعني وفي بالفعل دعوه بيقولوا دلوقتي لوزير الاستثمار ايضا وللحكومه ان من فضلكم خلصوا اي امور يعني كانت موجوده من الماضي، خلافات مع بعض رجال الاعمال او بعض الشركات. ولكن ماذا عن يعني هل لم يراعي القانون الجديد كل هذه العيوب؟ لسه بالفعل عندنا بعض شوفي الامور. نعم ما فيش قانون بتاع كله، في قانون اه بيتكلم عن نواحي استثماريه محدده، انما المسائل المرتبطه بالبيروقراطيه والفساد دي المفروض قوانين او اشياء اداريه، وبالتالي مفترض يبقى في عندنا لجان مكثفه. وزير التخطيط والاصلاح الاداري قال بنبدا فورا في هذه المسائل، لان زي ما قلت دي كانت ظواهر سلبيه سابقه، قام الاوان نغير كل اللي كنا عايزين نجذب مزيد من المستثمرين، خاصة ان في كتير من المستثمرين كانوا مترقبين المؤتمر هينجح،
مصر هتنجح في تغيير التشريعات بتاعتها ولا لا، او في ضوء ذلك كانت هتبقى فيه او من المتوقع يبقى فيه مشاركات اضافيه. وبالتالي لازم مصر تتغير، لازم تغير تشريعاتها، لازم تغير ولذلك الرئيس ركز على جزء مهم جدا يا اخوانا. المؤتمر نجح انما احنا كنا بنشتغل الفتره اللي فاتت طاقه واحده يا عامل يا مصري، لا احنا محتاجين نضاعف انتاجنا بمئات والاف المرات عشان يبقى مكمل لده. نفس الشيء انت استحدثت وزاره جديده للتدريب المهني والتأهيل المهني والكلام ده كله، لابد بقى نشوف بشاير لهذه الوزارة، تحط خطط، تحط رؤى، تحط استراتيجيات. أتصور زيارة السيد الرئيس لألمانيا هتتركز على هذا الجانب، يمكن احنا كلنا عارفين ان ألمانيا متقدمة جدا في هذا المجال، ولابد نستفيد من خبرات الآخرين للتطوير والتحديث. تمام. نقدر نقول طيب بالنسبة يعني هل بالفعل هو دلوقتي مشروعين من أكبر المشاريع، مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولا حضرتك شايف إن في مشاريع أخرى، أو نقدر نقول كل المشاريع بنفس القدر من القوة؟ شوف حضرتك، مصر كان داخلة بأربع حزم أساسية بتمثل 10 قطاعات. الحزم دي كان حزم المشروعات الحكومية، ثم المشروعات القطاع الخاص، ثم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأخيرا مشروعات إقليم قناة السويس. إنما نصيب الأسد كان في المشروعات المقدمة كان زي مشروعات الطاقة، لأن مفيش تنمية بتتم في أي مكان من العالم من غير ما يكون في طاقة. وبالتالي التركيز كان على هذا القطاع، ولذلك السيد الرئيس قال احنا جبنا شركه سيمنز وعملنا معاهم 10 ب 10 مليار اتفاقيه توريد 13.2 ميجا وات. نفس الشيء الشركه البريطانيه الكبيره بريتش بتروليوم وقعت عقد ب 12 مليار، ايلي الايطاليه وقعت ب 5 مليار، شركه اماراتيه وشركه سعوديه عملوا ب 4.8 مليار، في شركه ثالثه عملت ب 9.6 مليار. كل الكلام ده عشان نبتدي يبقى عندنا وفر في الطاقه، لان هي دي هتشغل مصانع وهتشغل التنميه وهتشغل المجتمع. فعشان كده احنا كنا مركزين على كله، انما المشروعات زي ما قلت لك كانوا 10 قطاعات، اخطر واهم ثلاث قطاعات كانوا على الترتيب مشروعات الطاقه، ثم يليها مشروعات النقل، ثم الاتصالات. لو ركزنا في الثلاث قطاعات دول تحليلهم الاقيهم كلهم مشروعات بنيه تحتيه، لان البنيه التحتيه هي دي الاساس اللي ببني فيه عماره الاقتصاد، عماره التنميه، عماره الاستثمار. فعشان كده كان التركيز على هذه القطاعات الثلاثه. تمام. يعني انا بشكر حضرتك دائما، يعني الحقيقه يعني من اللقاء الماضي وحضرتك بتوضح لنا امور دقيقه جدا في يعني الخطوات اللي يعني بيقوم بها او بتقوم عليها هذه الاستثمارات. الحقيقه مجمل الامر نقدر نقول ايه؟ اصور بس حضرتك بالصدفه ان انا رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، وان انا استاذ جامعه. هايل هايل، يعني بنشكر حضرتك وجودك معانا جدا الحقيقه دكتور رشاد. نقدر بيك نقول مجمل بيك الموضوع، بيك ايه الرساله اللي توجهها للشعب المصري بعد نجاح هذا المؤتمر الهائل؟ الرساله اللي قالها الرئيس في خطبته في الامس الجزء الاخير لما قال انا بخص المصريين بالجزء دوت، احنا محتاجين نشتغل اكتر، محتاجين نرتبط ببعض اكتر، محتاجين ندي انتاج اكتر، وعلشان كده الشعب عليه دور وهو مزيد من العمل، زي ما الدوله عليها دور الفتره الجايه، مزيد من الاصدارات التشريعيه، مزيد من تهيئه مناخ الاستثمار، مزيد من تسديد العقبات، مزيد من تجميع وضمانات اكبر للمستثمرين. تمام. يعني الحقيقة بنشكر حضرتك، وده تأكيد لدعوة أو رسالة الرئيس السيسي للمصريين، ونقدر نقول كلنا يعني سعداء جدا بنجاح هذا المؤتمر، وإن شاء الله مصر المستقبل تشهد نهضة كبيرة جدا على في المجال الاقتصادي وفي كل المجالات بإذن الله. والحقيقة شكرا جزيلا وجود حضرتك معنا دكتور رشاد عبدو الخبير الاقتصادي.